اتفضل دكتور ياسر. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك استاذ عبد الحميد، منور الدنيا. ربنا يخليك، هي منوره باهلها واصحابها وباسمها قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب. انا بصراحه قريت المقاله بتاعتك، انا عن نفسي اتلخبطت. ليه؟ اتلخبطت يعني، انا بصراحه ما شفتش قانون بيحط حاجه ويرجع ينفيها ويرجع يحط حاجه تانية ويرجع يقول لك لا، يعني مش فاهم حاجه. هو للاسف القانون الرياضي الجديد فيه مادتين متناقضتين تماما، اللي هي الماده الرابعه في مواد الاصدار اللي بتقول انه اللجنه الاولمبيه المصريه هتضع لائحه استرشاديه وان كل الانديه ملزمه بانه تعقد جمعيات عموميه خاصه لو عايزه تغير اللائحه، تحط لائحه خاصه بيها بشرط النصاب القانون. دي الماده الرابعه في مواد الاصدار. دي في القانون الماده الثالثه بتقول، اللي هي في الباب الاول، بتقول انه اللجنه الاولمبيه المصريه واللجنه البارالمبيه المصريه والاتحادات والانديه الرياضيه من حق اي هيئه تضع لائحتها الخاصه بشرط الا تخالف الميثاق الاولمبي والقوانين الرياضيه الدوليه. بالظبط. فدول مادتين في القانون. انا كنادي اهلي ممكن امشي ورا الماده الرابعه واعمل جمعيه خاصه واعمل واجيب نصاب قانوني واحط لائحه، وممكن برضو انا كنادي اهلي استنادا الى نفس القانون ان انا اقول ان انا عملت لائحتي اهي وهبعتها للجنه الاولمبيه الدوليه ورجعوها، هل هي فيها مخالفات للميثاق الاولمبي ولا لا، تبقى ساريه. كله بنص القانون. بالظبط بالظبط. يعني بعدين انا عايز اقول لحضرتك على هذا، ان هذا القانون في كل قانون في الدنيا بيعمل حاجه اسمها باب تعريفات. يعني بيعرف كل الاشياء التي سيرد ذكرها في القانون. القانون عرف اللجنه الاولمبيه المصريه انها هيئه رياضيه اعتباريه تتكون من الاتحادات. ما اشرش خالص ان هي هتبقى هي السلطه الحاكمه، ولا ان هي الجهه الاداريه، ولا ان هي اللي هتحط لي اللوائح، ولا ان هي اللي هتحاسبني، ولا ان هي اللي هتعتمد جمعيات العموميه. مفيش اي اشاره من هذا في القانون. يعني في فوضى وفي لخبطه في النصوص وفي الافكار. يعني يا دكتور، يعني اللخبطه اللي انت حضرتك حسيت بيها اعتقد انها دي يعني كلنا حاسين بيها. بالظبط. انا بقول لحضرتك ان انا اتلخبطت يعني، والمفروض ان انا عارف اللائحه وقريتها، اللائحه الاسترشاديه. فتخيل بقى المستمع العادي، احنا يعني انا معايا الاستاذ حسن خلف الله، يعني صديق عمر وزميل عمر. ربنا يخليك يا دكتور، يعني تحياتي لحضرتك يا دكتور. يعني اكيد برضو هيناقش حضرتك في الموضوع، موضوع المقال بصراحه، اللي هو مقال انا شايفه مميز جدا جدا كالعاده يعني يا دكتور ياسر. الله يخليك. لا دي حقيقه، وفعلا حاجه تلخبط، وايه المقصود وايه الهدف؟ لا انا تحت امر الاستاذ حسن. اتفضل. والله يا دكتور يعني انا طبعا متفق معاك تماما، وانا يعني الواحد تعب من كتر الكلام في الموضوع ده، يعني حتى من بدايته من اللائحه نفسها حتى اللي حطها اللجنه، يعني فيها كثير من الاشياء اللي غير مقبوله. طبعا التضارب ده بيؤكد ان احنا دايما كل اللوائح او كل القوانين عندنا لازم يكون مططيه. يعني اضيف بقى لحضرتك حاجه، ان يعني اذا كان ده امور بالنسبه للامور احنا بنتكلم فيها، قد يرى البعض ان هي ممكن يعني الناس تحير الانديه، لكن المحير اكثر ان يكون رئيس اللجنه الاولمبيه هو رئيس لجنه المنازعات، وهو اللي بيعين المحكمين، وهو اللي بيحدد الرسوم، وهو اللي طب ازاي تكون القاضي وفي نفس الوقت الخصم والحكم، يعني ازاي تكون والحكم. يعني في نفس الوقت دي كلها امور اتكلمنا فيها وتعبنا فيها، لكن للاسف ما حدش بيسمع، مش عارف ليه. يعني انا مش متخيل ان مثلا يعني الدكتور ياسر مش دي اول مقاله يكتبها في هذه الاشياء، وليه انتقادات كثيره، لكن انا مش عارف يعني هل حضرتك وجدت رد من اي حد او صادف هذه الاشياء؟ لا، يعني في نقاش دائم بيني وبين وزير الرياضه، بس ما بتوصلش لاي نقطه تلاقي او اتفاق، لانه انا عايز اقول لحضرتك حسن نوضح للناس. هو ينفع ان امارس عليك اي سلطه وانت لست عضوا بجمعيه العموميه؟ لا طبعا لا طبعا. يعني هل النادي الاهلي او رئيس النادي الاهلي ايا كان هو مين يقدر يرشح نفسه عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه؟ لا، لانه مش رئيس اتحاد، امال رؤساء الاتحادات فقط، يعني مش في جمعيته العموميه. بالظبط بالظبط.
وبعدين انا لما كتبت انه الميثاق الاولمبي ما لوش علاقه بالانديه، ففي بعض الناس طلعت وقالت لا ان انا جاهل يعني، وانه الميثاق الاولمبي فيه الانديه. انا عايز اقول للناس انه انا يعني الحمد لله مش جاهل ولا حاجه. الميثاق الاولمبي بجد مفروض ما بيمنحش اللجنه الاولمبيه لا الدوليه ولا اللجان المحليه اي سلطه على الانديه، باستثناء وحيد وان لا تكون هذه الانديه مخالفه للميثاق الاولمبي. لكن هو لا يتدخل لا في ادارتها ولا في شؤونها ولا في ترتيباتها ولا في جمعياتها العموميه. عايز اقول لحضرتك انه الميثاق الاولمبي ما فيهوش كلمه تدخل حكومي. والميثاق الاولمبي فيه عدم الانتقاص من حق الجمعيات العموميه. سواء بقى اللي كان بينتقص هذا الحق حكومه او لجنه اولمبيه محليه او اي سلطه او اي هيئه. طب ما هو اللي بيحصل ده انتقاص يا دكتور من حق الجامعات العموميه، هم مش واخدين بالهم ولا انا مش عارف يعني اللي بيحصل ده انتقاص اساسا من حق الجامعات العموميه، لان هم مش عاطيين فرصه للجامعات العموميه انها تعمل اي شيء يعني. المأساة يا استاذ حسن انه لسه قدام عينينا كلنا اللي حصل من اللجنه الاولمبيه الكويتيه حينما قررت ان تفرض لائحه جديده على الاتحادات والانديه الكويتيه. اللجنه الاولمبيه الدوليه قررت تجنيد النشاط الرياضي الكويتي. صحيح. فاحنا بنيجي بمنتهى الجرأة وبنعمل ده. دكتور ياسر، ايه الهدف يا دكتور ياسر؟ يعني عشان نبقى يعني عشان نبقى واضحين قوي واقعيين جدا في الموضوع. اللائحة الاسترشادية، أولا أنت اديت هيئة زيها زيك الحق إنها أن تقودك وأن تفكر بالنيابة عنك وأن تصيغ بالنيابة عنك. ده أول حاجة. ثاني حاجة، أنت ما جيت تعمل لائحة كنت ترزي وترزي خايف. فصلت لائحه استرشاديه على مقاس ناس معينين انا ما اعرفش هم مين. بس في اكيد في حد فيهم ما معهوش مؤهل، في حد فيهم ما اداش خدمه عسكريه. في حد فيهم معاه جنسيه مزدوجه. فانا يعني مش قادر افهم احنا حتى اللائحه دي هنطقها يعني ليه؟ ولمصلحه مين؟ كلنا فرحنا بانه يبقى مصر فيها قانون جديد للرياضه. فتيجي تحصل ماده 4 في القانون فتبوظ القانون. وعايز اقول لك لو فضلنا كده، فضلنا بهذه الفوضى، سيبك من اللي انا بكتبه واللي حسن هيكتبه في الاهرام اللي انت حضرتك هتقوله على الشاشه دول، في قضايا هترفع من اطراف كثيرين جدا. وهتبطل الجمعيات العموميه الخاصه، وهتبطل الانتخابات، هتبطل اللوائح اللي على اساسها اجريت هذه الانتخابات. يعني يا دكتور ياسر هتبطل، لان يا دكتور كمان في حاجه بس عايز اضيفها، ان حتى في تحديد عدد العضويات سايبينها مطاطيه. يعني احنا في بعض البنود يقول لك عدد الاعضاء العاملين بتتحسب هم اللي لهم حق، في بند اخر يقول لك الاعضاء المسددين للاشتراكات. فالمسددين للاشتراكات دول ممكن يكونوا الاعضاء، ما هو في عضو بيبقى عضو تابع ليه. هل العاملين هم الاعضاء الاساسيين ام الاعضاء المسددين سواء التابعين؟ في بعض الانديه هتستغل ذلك وهتشتغل على الاعضاء الاساسيين وتقول لك انا عندي 60,000 عضو، وهو اصلا المفروض المسددين كلهم اكثر من 100,000 عضو. فكل هذه الامور المطاطيه هتخلق فعلا كثير من الازمات، واعتقد ان هم كل الاشياء دي هنشوف توابعها السلبيه في الفترة المقبلة. يعني خلينا نقول يا دكتور ياسر ان زي ما حضرتك قلت، زي ما الاستاذ حسن بياكد على كلام حضرتك، ان هي فيها بنود كتير مختلفة وبنود كتير متضاربة وغير مفهومة. يعني الاستاذ عبد الحميد زي ما الاستاذ حسن دلوقتي تفضل وقال، وانا انا انا والاستاذ حسن نقدر نحس بده جدا، انه ازمة الصياغة. يعني لما يجي في مبدأ يقول لك انه ال 12,500 ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية لانه النادي فيه 100,000 عضو. طب ما انت هنا حددت حاجه وفي نص الجمله الثاني جبت حاجه ثانيه. والله يا دكتور ياسر هو انا وده اللي هيفتح باب القضايا على فكره، وهيفتح باب الامور الكثيره اللي احنا نخشاها واللي احنا عمالين يعني صوتنا اتنبح بنقول يا جماعه في اخطاء كثيره موجوده. اتركوا الحريه للجمعيات العموميه، اتركوا الحريه للانديه، لكن تبص تلاقي كلنا في الاول ان احنا بنعمل قانون جديد عشان خلاص الحكومه بترفع ايديها والدولة بترفع ايديها وبنسيب الرياضة كنشاط مدني ونشاط اهلي، لكن واضح انه العكس هو اللي بيحصل.
والله يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك ان انا يعني معايا لسانس حقوق ودارس يعني في القانون ومعايا يعني دبلومات في القانون، بس انا متحفظ على الراي لان انا مقدم للاسف البرنامج، فطبعا حضرتك عارف وادرى مني ان انا براي يعني بحتفظ بيه لنفسي، لكن عارف يعني ايه قانون معوم، عارف يعني ايه قانون موجه، عارف يعني ايه قانون اسيبه على المطلق عشان يبقى ليا حريه الاختيار والتاييد، وزي ما انت عايز تقول قول. لكن يعني هو سؤال لحضرتك، هدفه ايه؟ وهل هو في تربص ام لا؟ بمعنى يعني تربص بتقصد بالنادي الاهلي؟ اه يعني انا عايز اقول هو كده، هو الحكايه ما اتعملتش عشان خاطر النادي الاهلي. يعني الحكايه اتعملت، لكن الحرب الحاليه انه النادي الاهلي هو اكثر نادي مؤهل ان يقول لا. مؤهل لان يدافع عن بقيه الانديه. فلا بد ان ينكسر النادي الاهلي عشان اللائحه دي تمشي، وعشان القانون يستمر، وعشان المخطط الذي من اجله تمت هذه الصياغات تنجح. هو النادي الاهلي بينكسر يا دكتور ياسر؟ هو انا عايزهم هم اللي يعرفوا كده. ما انا عشان حضرتك برضو يعني ممكن يعني يكونوا ناسين، او ممكن يكون حد ناسي. هم بينسوا، لكن الاهلي لا يضعف ولا يستسلم ولا ينكسر، وهتيجي لحظه هم رهنوا على انه الاهلي في انتخابات. وهينقسم لاكثر من فريق. ما نسيوا انه الاهلي حين يمر بمحن وازمات يتوحد كل ابناء الاهلي دفاعا عن حق الاهلي. حلو. حلو قوي يا دكتور. يعني هو كمان في حاجه برضو احب اضيفها، ان ان هم من الواضح زي ما حضرتك قلت واحنا شايفين بوضوح جدا ان اللائحه فيها بعض الاشياء المقصود منها او موجهه لبعض الاشخاص. ولكن من قال لا لهذه اللائحه؟ اعتقد هو النادي الاهلي الوحيد اللي قال لا. احنا مش موافقين على الكلام. نادي هليوبلس مش موافق، وفي انديه بس كله مستني النادي الاهلي يمشي ورا النادي الاهلي. بالظبط. بس مين اللي صوته كان عالي؟ هو النادي الاهلي. وبالتالي ده قدر الاهلي دائما. هم يعني او المسؤولين بيحاولوا يوجهوا ان المساله في الاهلي مش للصالح العام. هو ده المشاع من الناحيه الاخرى، لكن للاسف هو لابد ان الاهلي يستكمل في هذا المشوار، لان انا والله مكملين. اه بالظبط، لان فعلا هناك اخطاء في اللائحه الاسترشاديه، هناك اشياء تبدو لمصلحه اشخاص باعينهم، هناك توصيات على او عايزين يكونوا اوصيه على الجامعات العموميه ببنود معينه، الاهلي عشان قال لا فهو اللي ظاهر في الصوره، ودي شجاعه تحسب للنادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي، وانا اعتقد ان المشوار زي ما الدكتور ياسر مكمل. وان شاء الله انا اعتقد ان اي حق مش هي يعني دايما هو اللي هينتصر في النهايه، وهو اللي هيصبح المثل والقيمه امام كل الانديه. دكتور ياسر، حضرتك واخد يعني اللي انا استشفيته من كلام حضرتك ان حضرتك واخد الموضوع كخطوات. الوقت احنا في الخطوه الكام؟ يعني لسه قدامنا خطوات كثيره، لكن دلوقتي احنا بدانا الاول عربنا عن رفضنا واللائحه الاسترشاديه نتيجه عيوب ومآخذ كثيره عليها. والحاجه الثانيه ان احنا دعينا لجمعيه عموميه خاصه عشان تناقش لائحه النادي الاهلي بقى بالظبط، هي تتلافى هذه المجاملات الفجه وتتلافى هذه الاستثناءات الغير مفهومه واللي ماشي مع القانون العام. احنا كده بنتكلم على القانون العام. القانون العام تمام. ولسه بقى بعد كده احنا عايزين نعمل جمعيه على يومين تسهيلا على الاعضاء. تمام. لان هم تاخروا من النادي الاهلي لانه عمل استدراج. انا عايز اقول لحضرتك انه اللجنه الاولمبيه المصريه عملت 5 استدراجات. اشهرهم كان لما قالوا الجمعيات من 9 لـ7 ومناقشه اللائحه، اللي هو يعني احنا اعضاء الاهلي يجتمعوا ويناقشوا اللائحه الجديده. وبعدين اكتشفوا استحالة ان احنا يقعد 12500 في مكان واحد يناقشوا حاجة امام منصة يناقشوا حاجة. ده هنقعد بقى 3 سنين. ده احنا دلوقتي ما فيش 12 اساسا، مش 12500، ما فيش 12 بيقعدوا يناقشوا حاجة دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه. فراحوا عاملين استدراك لغوا المناقشة وبقت مسألة تصويت نعم او لا. وبعدين ما كانوش محددين يوم واحد، لما قال طلع قال يومين، لانه المسألة هم بعضوا في الاول خالص جواب وقالوا احنا لينا النصاب القانوني كلجنه اولمبيه مصريه، لكن لكل مجلس اداره نادي
اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لعقد هذه الجمعيه. تمام. لما الاهلي التزم بهذا الخطاب اللي هو منهم رجعوا قالوا لا احنا ما نقصدش كده، ما كانش قصدنا، كان قصدنا لان يعني نوقع في يوم واحد وفي المقر الرئيسي وفقا للقانون. القانون ده جاب سيره مقر رئيسي ولا جاب سيره يوم واحد، واحنا كنا وحاولنا نفهمهم ان احنا عندنا كل الضمانات ان احنا اليومين دول لا في اي تلاعب اصلا، مش انتخابات اللي هي هتقول اه او لا. واحنا قصدنا المصلحه، انا عايز كل اعضاء النادي بالظبط 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 بالظبط. يعني طب وايه المانع في الكلام ده كله يا دكتور ياسر؟ يعني مثلا انا ده اللي انا قادر افهمه. اه يعني هم دلوقتي في الاول يعني دكتور ياسر بعد ما احنا قلنا على اللائحه بعد اذنك يا كابتن ثانيه، دكتور ياسر قال لك استدراك. انا في لا خمس خطوات. هو ليه اصلا يستدركوا ليه من الاول؟ اما هم بعتوا قالوا كل نادي هيعمل بما يراه مناسبا. يعني الوزير انا اتكلمت معاه بعد ما كتبنا في الاهرام عن اللائحه الاسترشاديه والقصص دي، هو الوزير اتصل وقعد يوضح وقعد يتكلم معايا حوالي 40 دقيقه في التليفون يشرح لي. قلت له طيب يا سياده الوزير، حضرتك الجامعات العموميه دي مش ما تبعتوا ما الكلام ده كله انتوا بتقولوه، ابعت حضرتك جواب رسمي او اللجنه الاولمبيه تبعت جواب رسمي بطرق اللي الناس تحضر ازاي، لان هيبقى صعب 12,000 فعلا يحضروا في نفس اليوم. قال لي احنا سايبين الامور مفتوحه للانديه عشان تقدر تعمل براحتها، ما نبقاش احنا حاطين امور خاصه يعني تخلي الامور فيها ازمه بالنسبه له. قلت له ده كلام جميل، طب هل في خطابات بكده؟ فاعتقد بعده الخطابات الاولى، ليه بعد كده تم التغيير؟ يعني حضرتك انت ايه المانع ان انت ما بعت لي في الاول وقلت لي ان انت اعمل جمعيتك العموميه بما يتناسب و مع الالتزام بكذا وكذا. اوكي انا هعمل الجمعيه العموميه بس هعملها على يومين، انت قلت خلاص التصويت في ناس قالت الموافقه بالايد والكلام الفاضي ده كله، الاهلي قال لا هيبقى تصويت محترم والناس تيجي تعمل تصويت ويتحط في الصناديق واشراف قضائي. ايه المانع ان انت ليه بتزنق على الانديه بهذه الطريقه؟ علشان وقتنا يا استاذ حسن. هو ده السؤال. هو انا سالت الدكتور ياسر سؤال واضح جدا جدا جدا، هل في تربص بالنادي الاهلي تحديدا؟ دكتور ياسر. طيب دكتور ياسر هو جاوب ايوب، يعني نورتنا وشرفتنا وكان كان حوار ممتع جدا.